الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كلام الله إن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات نعود في خطبة هذا اليوم لمتابعة الحديث الذي بدأناه في يوم الجمعة الماضي في موضوع الزواج وذكرنا في الخطبة الماضية أن بداية الزواج هي الخطبة عندما يتقدم شاب أو رجل لخطبة فتاة من أهلها وبينا كذلك وهذا من الأهمية بمكان أن مرحلة الخطبة إنما هي مرحلة تسمى مرحلة الوعد بالزواج أو وعد بالزواج وليس زواجا ولذلك قلنا وهذا باتفاق جميع العلماء في مشارق الأرض ومغاربها
قديما وحديثا وسيبقى الأمر كذلك إلى أن تقوم الساعة أنه لا يجوز الخلوة بين المخطوبين أو بين الخطيبين، لا يجوز الخلوة أي في مرحلة الوعد بالزواج أي الخطبة، لا يجوز بل يحرم بهذه الصيغة، بل يحرم على هذا الشاب وعلى هذه الفتاة أن يخرجا معا أو أن يسافرا معا أو أن يخلوا معا مع بعضهما، لأن هذه المرحلة ليست مرحلة الزواج وإنما هي وعد بالزواج أو ما يسمى بمرحلة الخطبة. هذا تكلمنا عنه. ولماذا ركزنا في الخطبة الماضية على هذه النقطة؟ لأن عدد من المسلمين لا يستطيعون أن يميزوا بين مرحلة الخطبة ومرحلة الزواج. بعد العقد هذا زواج، يحل للزوجين أن يخلوا معا بعد كتابة العقد وبعد تطبيق الأركان ديال العقد، اللي هي واحد العدد ديال الناس كيجهلوها، اللي هي الولي والشاهدان والصيغة أي الإيجاب والقبول والمهر، هذه هي الأركان ديال العقد. فإذا تحققت هذه الأركان تم العقد، وإذا لم يتحقق أحد هذه الأركان بطل العقد. وهناك من يستهين بوجود الولي، يقول لك راه نمشيو لعند الفقيه ولا نمشيو عند الإمام هو غادي يكون ولي. الإمام ليس وليا للفتاة، ليس أبا لها ولا جد لها ولا أخا لها ولا عما ولا خالا لها، فكيف يكون هو الولي؟ وإنما عندنا في الإسلام أن الفتاة إذا لم يكن عندها من يتولى أمرها ويكون ولي لها في الزواج فهناك القاضي الشرعي، قاضي البلدة أو قاضي المدينة أو قاضي البلد أو قاضي المحافظة الذي يتولى هذا الأمر. نعم القاضي هو ولي من لا ولي له. نعم أما أن يأتي شاب وشابة إلى مسجد من المساجد ويريدني أن يتزوج في المسجد دون ولي دون أي ركن من هذه الأركان فهذا لا يستقيم. ولذلك نحن نستنكر هذا الفعل عندما يفعل بهذه الطريقة. فأركان الزواج أربعة: الولي وهو أبو الفتاة أو من ينوب عنه، الولي هو أبها، ببس أبها بل البنت تكون ضروري يحضر وضروري يستشار في هذا الأمر، وحضوره مهم لأنه ركن من أركان العقد. استغربت ذات يوم عندما أخبرت أن عرسا تم وحضر المدعوون أي الضيوف إلى العرس وأقيمت الحفلة والوليمة في مكان معين، وإذا بأبي الفتاة لم يخبر إلا في يوم الحفل. نوضحها ولا ما تحتاج؟ بل العروسة ما حضر حتى ما عيطولو حتى نهار العرس، عيطولو كسائر الناس، إنسان عادي بحالو بحال أي الناس، ما في خبره ما يعود. هكذا قال، والعهدة عليه اللي هو قالها بلسانه، أنه لم يعلم إلا في ليلة العرس، عيطولو بحال شي واحد من عامة الناس، حتى الجيران راه كتعيط لهم قبل، اللي كيعيط للناس في الليلة بليلتها راه ماشي عرضة. الاب ديالها الولي ديالها ما خبره ما يعاود، حتى تتعيط له كتقول له بابا اجي او لا ابي ولا شنو، قالت له اجي راه عندي العرس هذه الليله، جيت تعشى معنا. غريب هادشي اللي وصلوا اللي بقاو كيوصلوا للمسلمين، يعني امر غريب. ورحم الله ذلك الشاعر الذي قال: ويقضى الامر حين تغيب تيم ولا يستاذنون وهم شهود. ويقضى الأمر حين تغيب تيم هذه قبيلة، يقضى الأمر وتبرم الأمور بعيدا عن حضور تيم ولا يستأذنون وهم شهود. إذا كانوا حاضرين ما كاينش اللي يستشر معهم واللي يقول لهم. هذا الذي ينطبق على مثل هذا الفعل. الأب ديال الفتاة لم يعلم إلا في ليلة العرس ليحضر مع الناس، يجي ياكل البسطيله هو ويشرب الكوكاكولا مع راسه ويمشي بحاله بحال أي الناس. الأب الولي هذا ولي،
ولهذا نهمس في آذان بعض الأمهات، وأنا لا أتهم أحدا أبدا، وإنما هذا كلام عام نستفد منه جميع، حتى لا قدر الله ونقولها بالدارجة، وطلقت المرأة من زوجها طلق وكل أخذ طريقه إلى حل سبيله، تبقى العلاقة بين الآباء والأبناء بين الآباء والأبناء علاقة طيبة. بعض النساء لما تطلق من الزوج ديالها وتزوج بنتها تقدر ما تحضرش الآب، تقول ما تعيطيلوش. وفي بعض الأحيان تحرض الأم الأبناء على أبيهم باش تقطع العلاقة الصلة بين الآباء والأبناء. شنو مشكل؟ العلاقة تبقى دائما طيبة بين الأبناء والآباء. ولو كانت المرأة مطلقة وزوجها تزوج بامرأة أخرى وهي تزوجت أو لم تتزوج، تبقى العلاقة بين الأبناء الآباء والأبناء. دائما الأم تحث أبناءها على أن يكونوا بررة بأبيهم، وكذلك الأب، ماشي غير الأم، حتى الأب كذلك يجب عليه أن يحث أبناءه على زيارة أمهم. حنا كنديروا كما يقولوا المساواة العدل، ماشي المساومة العدل، حنا ما عندناش في الدين المساواة. يكذبوا عليكم من يقول لكم الإسلام دين المساواة، الإسلام هو دين العدل وليس دين المساواة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أم نجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما يمكنش، ما يمكنش أبدا. حتى في الكون ليس هناك مساواة، الشمس شمس والقمر قمر والليل ليل والنهار نهار والظل ظل والحرور حرور وهكذا، لا يمكن أن نساوي بين الأشياء. ولهذا يكذب من يقول المساواة. العدل، العدل في الإسلام، الإسلام فيه العدل. وإذا قلتم فاعدلوا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولذلك وجب على الآباء والأمهات لما يقع مشكل ديال الطلاق أنهم يحاولوا باش تبقى العلاقة طيبة بين الأبناء وآبائهم، بالأبناء والأم ديالهم وبالأبناء والآب ديالهم، لأن هذوك ضحية نتاع ذاك الطلاق. أما الأب والأم كل واحد يمشي في حاله، لكن العلاقة بين الأبناء تبقى. ولذلك عندما تتزوج الفتاة لابد أن تخبر أباها، والأم ديالها تقول لها عيطي على باك، هكذا أنا كنوضحوها باش كلشي يفهم. الأم ديالها واخا هي مطلقة من الزوج ديالها تقول لبنت ديالها لابد أن تتصلي بأبيك هاتفيا، ولا عارفة المكان ديالو فين تيسكن، تمشي عنده وتطرقي الباب ديالو وتستدعيه يجي لأنه الأب ديالك، وتقول له الآن أريد أن أتزوج بشاب أو بشيخ بشخص معين فلتحضر معي. الولي، الولي لما تكتب العقد خصو يكون الأب حاضر. إذا كان الأب غائبا أو مفقودا أو ميتا فهناك من ينوب عنه، خوها، إذا عندها خوها يحضر خوها، خوها بالغ عاقل راشد يحضر. وإذا لم يكن الأخ لها أخ، عموها، العم ديالها ربح الأب ديالها. وإذا أزيد وقيس على ذلك، كاينين الأولياء موجودين ديال الفتاة، باها ما كانش، جدها، جدها ما كانش، خوها، عمها، خالها إلى آخره يحضر. وإذا لم يكن لها ولي نهائيا فالقاضي ولي من لا ولي له، تمشي عند القاضي. والقنصليات دابا ديالنا فيهم القاضي، هذاك القاضي تمشي عنده تحكي له القضيه. انا ما عرفش القوانين مزيان في هذا الشيء، لكن اللي معروف عندنا ان الفتاه تذهب الى القاضي وتقول له ليس لي ولي ينوب عني في الزواج، تحكي له، والقاضي ديال الاسره كيسميه قاضي الاسره يتولى هذا الامر وهو يعقد لها، ويجوز هذا العقد. اذا تولى القاضي ولايه الفتاه فهذا العقد صحيح. لكن انت عندما تزوج راسها تقلب على اجي ابغاك تمشي معايا الجار ديالنا تولي تكون ولي ديالي، اجي انت تمشي معايا تكون ولي ديالي، هذا لا يستقيم. اذا الولي والصيغه الايجاب والقبول، لابد لهذه الفتاه ان تقبل، ان تقبل الزواج بهذا الشاب، ماشي تفرض عليها، لابد ان يكون. هذا هو الايجاب والقبول. الايجاب والقبول هو ان هذه الفتاه تريد هذا الشاب لها زوجا، تريده بغيه، تكون كتحبه ولا ما كتحبوش، المهم قابله، هذا هو المقصود. الحب حتى واحد ما كيتحكم فيه، القلب حتى واحد ما كيتحكم فيه، من البشر. وكذلك هذا الفتى لا يفرض عليه الزواج بفتاة لا يريدها،
وهناك توقع انتبهوا كاين بعض المشاكل اللي كتوقع لنا في حياتنا الان، وهذا الشيء عشناه عن كتب يعني عن قرب، وعيشناه واقعيا ماشي خياليا. كنتكلموش حنا على الخيال دابا، كنتكلموا على الواقع. ان واحد العدد ديال الشباب تزوجوا بالسيف عليهم، ماشي بالسيف عليهم يعني بالقهر، وانما ارضاء للاباء. اولدي الا ما خديتيش هذيك راك مسخوط، هذا كلامنا كنقولوه، كنتكلموا بالواقع اللي كاين. الا ما خديتيهاش انا ساخط عليك، الا ما خديتيش هذيك عمرك ما تعاود تقول لي با. ويلي كاع حتى لهاد الدرجه، انا قلبي ما بغاهاش وما بغيتهاش، ما عجبتنيش وما رشقليش عليها، واخا تكون كتصوم وتصلي ما باغيهاش، انا ما نقدرش نعيش مع امراه ما باغيهاش، لا احبها، قلبي لن يميل اليها. انت تفرضها عليا؟ اش كيوقع؟ هذاك الابن مسكين باش يخلي والديه الاباء الام والاب على خاطرهم، اش كيقول لك معليش هو دابا بغاوها الوالدين نديرو، ولكن هو راه لا يريدها، هو راه غير مخلي باهم على خاطرهم، فيتزوجها وينغص عليها حياتها. كونوا على يقين ان الزواج بهذه الطريقه ما كيصدقش، 99% كيفشل بالتجربه، سواء في هذه البلاد او في بلاد المسلمين بالتجربه، لانه ما داير لهم خطر، واش الزواج ديال تنديروا فيه الخطر؟ هذه راه مشروع حياه، هذه المراه غتولد معها الاولاد وغتعيش معها 70 عام ولا 60 عام ولا شحال قدر الله، حتى تدفنها ولا تدفنك. ما يمكنش ابدا تجي القضيه بهذه الطريقه بهذه السهوله، خذ بنت خالتك ولا راك مسخوط، ولا ما تعاودش تهضر معايا وما تحسبنيش انا باك. والام كذلك بعض الاحيان هي كتكون تدير هذا المشكل، هذا غير هذا مرفوض. سمع واحد الحديث في الصحيح ديال واحد المراه، واحد الفتاه جات عند النبي صلى الله عليه وسلم تقول جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني لابن أخيه. الكلام واضح، قالت له يا رسول الله راه با بغى يزوجني ولد خوه، يعني ولد عمها، هذا المعنى، إن أبي زوجني لابن أخيه ليرفع بي خسيسته، لأن هي ما عندها أسرة مرموقة في المجتمع، وهذاك ولد عمها دنيء، الخساسه هي الدناءه، يعني انه انسان وضيع في المجتمع ما عندوش شي 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 مكانه، وبغى يرفع القيمه ديالو بالزواج بديك البنت. بحال شي واحد دابا فقير مزلوط وغيتزوج بنت شي واحد من الاغنياء، لما كيتناسب مع ديك العائله الغنيه كترفع حتى هو المكانه ديالو في وسط ديك هذا، وتيولي نسيب فلان، كترفع هذا اللي بغى يدير بون هذه البنت. فجاءت تشكو اباها الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله قد جعلت لأبي ذلك، أنا راني موافقة على هذا الزواج ديال الأب ديالي، ولكن بغيت نبين على أن باش يعرفوا النساء بأن الآباء ما عندهمش حق في هذه المسألة. هي تريد قبلته كزوج، ولكن بغات تبين للنساء الأخريات على أن الآباء ليس لهم شيء من هذا الأمر، بأن لابد البنت تختار من تريد، أو الابن كذلك يختار من يريد. فوقاش كيدخلوا الاباء تيمنعوا واحد الزواج؟ هو لما يكون هذاك الخاطب، الخاطب بالالف وليس الخطيب، فرق بين المعنى بين في المعنى، عندما يكون هذا الخاطب فاسدا، سكيري، قطاطعي، شفار، يدير شي حاجات اللي ماشي هما هذوك، منحرف، لا يصلي، لا يعرف قبلة، لا يعرف عبادة، لا يعرف دينا، كتخاف على راسك، كتقول واش انا نعطي بنتي لهذا؟ الله تعالى قادر باش يهديه، صحيح تيقول لك دابا يهديه الله، وهذه القضيه راه جاري بها العمل عندنا، دابا يهديه الله، ديما حنا عندنا دابا يهديه الله. لما كيكون شي انسان عنده الفلوس وعنده الدنيا وعنده المال وعنده السيارات وعنده الانفيرمات، واخا يكون تيدير شي حاجه قبيحه تيقول لك دابا يعفو عليه الله. ولما كيجي فقير، وذكرناها في الجمعة يوم الجمعة الماضي، لما كيجي فقير تيقول لك لا هذا فقير، إوا دابا يغني الله. لا، هذيك لا. إلا كان سكيري دابا يعفو عليه الله، إلا كان قطاطعي دابا يعفو عليه الله، إلا كان رشاوي دابا يعفو عليه الله، إلا كان شفار دابا يعفو عليه الله. لما كتقول له راه فقير تيقول لك لا سيدي ما نزوجش بنتي للفقير، وحتى هذاك دابا يغني الله. وراه القرآن صرح بها، وأنكحوا الأيامى منكم، قرأوا في سورة النور،
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. القرآن واضح، الزواج هو طريق إلى الغنى، ولذلك الأركان هي الولي، الصيغة الإيجاب والقبول هذا ضروري، وكنعاودها وكنقول ممنوع الآباء والأمهات يفرضوا على أولادهم الزواج بأشخاص ما كيبغيهمش. اتصلت بي ذات مرة فتاة لسنوات تقول بأن أباها زوجها من شخص لا تريده، هذه وقعت من الوقائع اللي وقعت، زوجها من شاب لا تريده، وكتقول له ما عباد الله أنا ما بغياش هذا السيد، أنا ما قبلاش الزوج، ما عندي ما ندير به، وما كيقول لها إلا ما تزوجتيش نخرجوك على برا ولا نرجعوك للبلاد، نرجعوك للكامبو كما يقولوا هما في ديك اللهجة، هذيك الكامبو هذيك راس مليونية، ولا نرجعوك للكامبو البادية العروبية. وهددوها وقبلت بالزواج من ذلك الشخص الذي لا تحبه ولا تريده، وبعد مدة طلقت، حتى المعاشرة ما كانتش نهائيا، منعته من كل شيء، ندير الخطر لبا وامي خان خليكم على خطركم ولكن غادي نتعامل معاه بقساوة. فما كان من هذا المسكين إلا أن رحل إلى حال سبيله وطلقت هذه الفتاة منه وبقيت لم تتزوج حتى بلغت سن متقدمة. شكون اللي جنى عليها؟ جنوا عليها الوالدين اللي كيبغيو يفرضوا، خذي خذي راه عنده فيراري، خذي راه عنده بورش، خذي راه جايب كوكوة من هامبورغ آخر ما أنتج في عالم المرسيدس، زعما هذا هو المقياس عندكم، خذي راه عنده الفيلا في ماربيا باش يديك تبرانزاي مع راسك في الصيف، تبدلي الشكل تولي شوكولاتية مع راسك، تمشي للصيف تبرانزاي. أنا كنتكلم بلغة القوم التي يتكلموا بها القوم الآن، هذا هو كلامهم من الواقع ديالهم. دابا عندهم هادشي قداش، خذي راه خيرو خميرو، وقلبي منين جايب داك الخير وداك الخمير، بعدا تتشوف منين الأصل ديالو منين جاي، بخيرو وخميرو. هذه المقاييس، لما كانت هذه المقاييس في الزواج فسد المجتمع وانتشر الطلاق وانتشر بزاف ديال المشاكل، راه وقع الآن بسبب هادشي. إذا الاختيار ما كانش في المستوى، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبأحاديث الرسول الصادق الأمين، وأجرني وإياكم من عذابه المهين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، في الاختيار أو في معايير الزواج، عندما يريد شخص أن يتزوج امرأة، تكلمنا عن الاختيار ديال الزواج كيفاش يكون، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه، علاقاش الدين والخلق هو رأس المال كما نقولوا، رأس المال اللي بين الإنسان يعيش حياته سعيد هو الدين والخلق. المال عمره ما تيحقق السعادة، وقد يحقق جزءا من السعادة المادية، المال، السكن، وسائل الركوب إلى غير ذلك مما يتهافت عليه الناس اليوم ويجعلونه مقاييس ومعايير عمره ما يحقق السعادة. علاش؟ واش الأغنياء دابا اللي هما أغنياء تيعيشوا كلهم السعادة؟ هل من موجود كل شيء موجود ولكن كاين مشاكل؟ أليس هناك طلاق في عالم الأغنياء؟ الإحصائيات كتقول على أن الطلاق في عالم الأغنياء أكبر من الطلاق، أكثر من الطلاق في عالم الفقراء. نعم، هذه بالتجربة والواقع بالأرقام كما يقال بالأرقام، الطلاق في عالم الأغنياء أكثر بكثير مما هو في عالم الفقراء. فقراء مساكين شي خطرة تتوقع واحد الحالة فوق الطاقة ديالهم ويقع ما يقع، لكن الأغنياء اختيار. علاش؟
لان كانوا كيظنوا في البدايه على ان المال والمتاع والزخارف هي اللي غادي تحقق السعاده. ابدا. الله تعالى قال: الذي جعل ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. هذه الموده والرحمه لا تتحقق بالمال فقط. فيها جوانب معنويه اكثر مما هي ماديه. احترام والتوقير، كلام الجميل، ابتسامة الطيبة، ونكل غير البصرة وسعداء أتاي البصرة كسدتين مع البصرة ولا المنقوب وأنت بخير. وشي خطرات يكون أنواع الطعام وأنواع ديال الشليض والأنواع ديال اللحوم والأنواع ديال البسطيلات والأنواع ديال الدار ما شاء الله وما كايناش السعادة. بيت جاف يبس يقور سمازيغ تيقور يبس مدقدق كيش الروح ديال الحياة ما كيناش. هي كتشرق وتغرب، تخرج متى شاءت دون إذن ويخرج متى شاء ويسافر إلى أي وجهة شاء وتسافر هي كذلك. مقطعة الطيارة مصوبة راسها مقدة أمورها وما في خبر وما يعاود مسكين. فين غادي؟ قال غادي نمشي لماليزيا أنا والصديقات ديالي. صافي الدنيا ما بقى الزواج. شنو الزواج بقى هنا؟ كاين الزواج. تريد ان تذهب الى مكان هو لا يريده والعكس. كاينش حتى ذاك الانسجام وذاك التفاهم. راه كاين الاوروبيين دابا عندهم الانسجام، كتلقاهم متفاهمين فين غيمشيو، اما ماشي مسلمين كاع وما عندهمش كاع ديك المعايير ديالنا حنا، ما كايناش ما موجوداش ومع ذلك كتلقى حنا مسلمين. ما يمكنش المراه تسافر بدون اذن زوجها. ما يمكنش تقطع الورقه الطياره بدا ما يكون هو في خبره كاع. حتى تفاجئوا ما يمكنش. وحتى تكون حره تخلصت من ربقة الزواج وهذا كلام اخر، لكن في عالم لما كيكون الزواج مازال ومازال العلاقة الزوجية مستمرة هذا الشيء راه فوق المعقول وفوق. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم معايير ديال الاختيار ديال المرأة. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. ذكر الدين، ذكر المال، ذكر الجمال، ذكر النسب. هادشي كله ماشي حرام، حلال مباح. لكن اهم شيء في هذه الامور الاربع ما هي؟ الدين. لانه ختم به قال: فاظفر بذات الدين. لماذا لم يقل فاظفر بذات الجمال؟ لان الجمال قد يطغيها. وخرم مطلوب من الانسان انه يتزوج يختار المراه التي تناسبه، ما كاين مشكل. هذه مساله غريزيه. الانسان يحب الجمال ويحب الحسن ويحب، ما ماشي مشكل. اذا اختارها لمالها ربما تطغى عليه. تقول انا هو اللي نقدتك من الفقر وانا هو اللي نقدتك من كذا وبا هو اللي عطاك، ماشي با كون راك مزلوط، كون راك ضربك الميزيريه ناعس على القص. هكذا كلام تيتقال. ولكن عندما يقول فاظفر بذات الدين بمعنى علاش النبي صلى الله عليه وسلم ركز على ذات الدين؟ لماذا قال فاظفر بذات الدين؟ لأن الرادع الذي يردع الإنسان هو الدين. وإلا ما ردعوش الدين والله ما يتردع. حنا غادي نكونوا متفقين على هذه القضية. إلا ما ردعناش الدين ديالنا والله ما تردعك شي حاجة أخرى. حيد الدين كيولي الإنسان حل حيوان، بحال حيوان مفترس. ما تيبقى عنده لا حلال ولا حرام، كل شيء دايز. ما تتبقاش عنده شي معايير اخرى نهائيا. الدين هو الرادع. شكون اللي جابك للجامع تجلس هنايا؟ كاين دابا اللي راه عنده الباركير، وكاين اللي راه عنده الخدمه، وكاين اللي راه عنده ربما سمح بشي موعد وجا. علاش؟ الدين. كان يمكن له ما يجيش، ولكن راه عرف النتيجه من بعد شنو غتكون. الرادع الذي يمنعك من شرب الخمر، لأنك تعلم أنها حرام. إذا الدين هو الرادع الذي يمنعك من تعاطي المخدرات أو التجارة فيها، الذي يمنعك من ممارسة القمار. تمشي للكازينو تلعب حتى تتقمر، تقدر تجيب شي حاجة 21000 ولا 30000 أورو تجيبها، ولا تمشي لك يصيفطوك زبط. ممكن، لأن هذاك اللي مشى زبط راه الآخرين مشاو لابسين. هذا كيدي لهذا. يا الرادع الذي يردعك هو لما دير عرس. إذا ما كانش الرادع تجوق وتخلط النساء والرجال. الذي يمنعك من الاختلاط والمخالطة هو الدين.
اللي ما عندهم دينا شوش كيديروا موسيقى واختلاط والأجواق والعري والصوار والخريف. جات امرأة ذات مرات كانت في شي عرس ودارت صوار مع راسها دارت كاميرا وتصور والنساء متبرجات واحد الحالة تحكي هي تحكي الكاميرا مشات. ردوا بالكم وحنا الان دابا في الصيف والعرس موجوده ماذا يقع؟ كاميرا عامره بالصوار بجميع انواع ديال الحركات. قالوا لها غتمشي عند الفقيه ومن حسن حظها انها جات لهنا. اما واحد اخر ماشي كون انا نتهم الناس ولكن كاين اللي اي حاجه يديرها كتب لي حرز الفقيهك روح 100 اورو دخل دير لي حصن ديال الزواج هاك سير دير لي كذا وين قضيه فيها بيزنس. قالت لي الله يجازيك بخير راه كنت في واحد العرس وصورت النساء والعائله وكل شيء واحد الكاميرا عامره بالصور ما شاء الله داك الشيء ولكن دابا راه سرقوها لي. ايوا من بعد شنو يدير لك الفقيه؟ انا بوليس واش انا كوميساريه؟ قالت لك لا انا قالوا لي بان الفقيه يقدر يتقفها لك. لا ما نضحك انا خليني نضحك انا ماشي مشكل انتم انا ننوب عليكم بالضحك. سير عند الفقيه تقفها لك وزيدوا هادو على بالكم راني ساتا هما كيسمعوا ديروا هادي في بالكم الاخوات راه يكذب عليك شي واحد يقول لك راه الكاميرا اللي تسرقات لك فيها التصاور ديالك غيتقفها الفقيه. قال لك غير الفقيه يتقفها يدير شي حرز ويتقفها بسهوله. هذيك المراه بسهوله 200 ايرو هي القليله ولا 150 ايرو تقبطها وتقول لها صافي كوني هانيه صافي سيري دابا الان راه متقفه وتكذب عليها وتدي لها فلوسها وتبتزها وتضحك عليها والامر هان والامر هان. شو الخرف اللي كيامنوا به الناس؟ قلت لها انصحك عندك كما تيقولوا المغاربه عندك الزغر الله تعالى قدر لك اكون عبرو حسن الله قدر لك باش تجي عندنا حنايا غادي ننصحوك لله. راه ما كنتقفوا لا كاميرات ولا بنادم ما كنتقفوا لا بنادم ولا كاميرات ما كنتقفوا حد. وهذيك الكاميرا تسرقات لك شكون اللي يقدر يشوف لك شي عند البوليس؟ هذا شغل البوليس كوميساريه والبوليس هما اللي كيمكنهم يديروا التحقيق في هذه المساله. ولا شكيتي بشي حد تمشي عنده ديري التحريات ديالك. اما الفقيه يكتب لك ولا يوقع ولا يتقف لك الكاميرا هادشي ما كاينش. اللي بغيت نقول من هذه القصه هو هذاك الصور اللي كيديروا في الاعراس نساء ديال رجال اخرين في كاميرات اخرين وتسوق ربما توصل اليوتيوب توصل كذا وكذا امور اختلاط. وفي الاخير باش كتنتهي الامور كتنتهي بالكوارث. ولهذا الدين هو الذي يردعنا. حيدنا الدين من حياتنا ما بقات قيمه. كان الدين في حياتنا هذيك هي القيمه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واهد ضالنا ورد غائبنا واقض ديننا واهدنا سبل السلام واخرجنا برحمتك من الظلمات الى النور. احد الشيوخ ديالنا ديال المسجد راه الان طريح الفراش في البيت نتاعو والان في واحد الحاله شويه حرجه كان يعني يجي للمسجد ويحضر خدمات في المساجد. نسال الله تعالى ان يشفيه. اللهم يا رب اشفيه وعافيه اللهم اشفيه وعافيه اللهم اشفيه وعافيه اللهم افرح اهله بشفائه يا رب العالمين اللهم اشفيه وعافيه يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا جميعا وارحم موتانا يا رب العالمين واهد ضالنا ورد غائبنا واقض ديننا ووفقنا الى ما تحب وترضاه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الامن في اوطاننا والعافيه في ابداننا والاصلاح في اولادنا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين يعبدونك ويوحدونك ولا يشركون بك شيئا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله يا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن